تمام، اليوم بدي اعمل صحن حمص بطحينة فاخر. يلزمني حمص مسلوق ومهروس بالآلة. الحمص بننقعه قبل بيوم بالمي مع البيكربونات الصودا، وتاني يوم بنغسله جيدا من مية البيكربونات، بنحط له مي نظيفة وبنسلقه حتى يستوي. انا هون فرمتهم بالآلة، بيلزمني نصف كوب من الطحينة. فيني كان افرم، يعني اخلط الطحينة مع الحمص بالآلة، بس الطحينة كتير بتعذب لما تعلق بالآلة، بيصير جليها صعب. فالأفضل انه الحمص ينفرم لحال والطحينة لحالها. بضيف نصف كوب من عصير الحامض الطازج وملعقة 1 تي سبون ملح بحر. فينا نحط ملح حسب مزاجنا، وبخلطهم بواسطة خفاق الطريقة هيدي. وما بدي انسى احط لهم الثوم. بحط لهم حصين من الثوم. انا هون حط ثوم مجفف، لاني بصراحة نسيت افرم ثوم، بس عم بعطيكم يعني المقدار، حصين من الثوم تقريبا، او فينا نكتر او نخفف حسب الذوق. الثوم البودرة ما بيطلع طيب مثل الثوم الطبيعي طبعا، بس غلطت غلطة وما كنت حضرت كل شيء من عدا الثوم الطبيعي. انا بحبه طبيعي، بس مش مشكلة. الثوم المجفف ممكن يمشي الحال. وهيك بيكون صار عندي حمص بطحينة فاخر. ما بقى لي إلا أسكبه بالصحن. هون عم بدي احط صحن صغير. هلا بدي زينه. واللي بيبقوا حطهم طبعا ب عبوة، انسب تكون زجاجية لانه الحموضة بتتفاعل مع البلاستيك، فدايما لما يكون في حامض زجاج نستخدم الزجاج. اذا هدول بحطهم بالبراد، والحمص اللي عندي هون بدي زينه، بحط له الكمون. فينا نحط كمون حسب ذوقنا، كمون كتير مفيد للصحة. وفينا نحط كمان فلفل أحمر حسب ذوقنا، كمان كتير طيب الفلفل الأحمر. بس بحرحر، إذا ما بتحبوا الحر فالأنسب ما تستخدموه. طبعا ما بدنا ننسى زيت الزيتون، نحط زيت زيتون. وهيك كنا عملت صحن حمص بطحينة فاخر.
يا ريتني فيني ادوق كونيه. هيدي وصفة على المضمون، يعني بتحطوا هالمقادير، مستخدمين بتستخدم المكاييل على المضمون، بتحصلوا على حمص بطحينة فاخر، نكهة كتير طيبة، المقادير ممتازة، بتمنى تجربوها، بتمنى تكون هالوصفة عجبتكم، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. وإذا حابين تشوفوا وصفات تانية وأشرطة أخرى إلي، فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. إلى اللقاء.